شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. من زمان طناجر الضغط بيسهلون لحياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهيدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هالست مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، وفينا نبدله مثل ما شايفين. مصنوعين من ستانلس ستيل 18/10 ومسكة باكليت، يعني ما بيحموا أبداً. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هلأ هدية هالعصارة على الكهرباء، وما بقى نعصر بإيدنا ونتعذب. تصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان مع هيدا الهدية فري ديليفري. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، تحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بس سيلر على 01-44-55-55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين، ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال باشر. بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55. لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01-44-55-55. قديم نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببس سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري.
قديه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربيلو ما بقى نعطل هالهم لانه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون مايكروبيتز، بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعيه جالسه للعمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربيلو، مغلفه بقماش بيتنفس لنومه منعشه وصحيه اكثر. وهالمخده لانها مش قاسيه بتمنع تجاعيد الوجه انه يتطوروا ويزيدوا، كما انه بتساعدنا على عدم الشخير لانه وضعيتنا بتكون سليمه كل الليل. فيكن تحصلوا على ايربيلو ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01 44 55 55. اجمالا مشكله الوزن الى حل، بس شي مره فكرتوا بمشكله الطول؟ مع سمارت تول رح ازيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعه المصنوعه من ماده الربر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيله بانه تدلكم طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارت تول ما بتسبب وجع، ما لها اي عوارض جانبيه بفضل المواد المريحه المصنوعه منها. قطعه الربر بتاخد شكل الاجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا بريحه من دون ما تزحطوا او تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكن تستغنوا عن احذيه الكعب العالي يلي بتتعب وبتوجع الظهر، هيك فيكن تلبسوا حيالله شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن اياه من سنتيمتر واحد لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن الا انه تحطوا قطعه من سمارت تول جوات الشوز، وهي كفيله بانه تدلكن طولكن وما تسبب لكن انزعاج. سمارت تول مصنوعه من مواد مريحه مثل ما قلتلكن، ما بتعرق الاجر، يعني ما بتسبب انزعاج، وجع او حساسيه، وبتضاين لفتره طويله. ب 20 دولار بس فيكن تحصلوا على سمارت تول، والعلبه بتتضمن 10 قطع وكل قطعه سنتيمتر واحد. تصلوا بسلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.